أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لمس النساء بدون قصد وبدون شهوة من نواقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاث أقوال. قول الأول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثاني أن مس النساء ينقض الوضوء مطلقا، قوله تعالى: أو لامستم النساء، على أن الملامسة اللمس باليد. وأهل القول الأول يقولون: لا، الملامسة معناها الجماع وليس اللمس باليد. القول الثالث وهو قول الحنابلة أنه إن مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، وأما إن مسها بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه.